السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الأسبوعي. نناقش في هذه الحلقة ملفات هامة في جميع المناطق التي يغطيها شبكة من مراسلينا في هذه المناطق. أبرز الملفات التي سنتناولها في هذه الحلقة هي افتتاح أو إعادة افتتاح معبر بين مناطق الجيش الوطني التي يسيطر عليه الجيش الوطني في ريف حلب مع المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تسليم الحواجز في ريف حلب إلى إدارة الشرطة العسكرية. أيضا سننتقل للسويداء جنوب سوريا لنتحدث عن الوضع المعيشي هناك الذي يدعو الكثير من الشباب للهجرة خارج سوريا. في الجزء الثاني من هذه الحلقة سننتقل إلى إدلب وريفها لنناقش مع مراسلين هناك مسألة ارتفاع الإيجارات في مدينة إدلب ومسألة التسرب التعليمي لطلاب المدارس في إدلب وريفها. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد، وباسمكم نرحب بضيوف هذه الحلقة داخل الاستوديو، الأستاذ منصور صبرة من إدارة قسم المراسلين. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. ونبدأ في الجزء الأول من هذه الحلقة بمراسلينا من ريف حلب الشرقي، يحدثنا محمد السباعي، ومن عفرين يحدثنا أحمد الشمالي. أهلا وسهلا بكم والله يعطيكم العافية. بداية نبدأ من عندك محمد من ريف حلب الشرقي، حيث الخبر الجديد والذي أعلنت عنه الحكومة المؤقتة عبر بيان أصدر قبل عدة أيام. بيان تحدث عن إعادة افتتاح معبر عون الدادات بين منطقة جرابلس ومناطق سيطرة قسد. هذا المعبر الذي كان مفتتحا سابقا وتوقف عن العمل في عام 2020 بسبب جائحة كورونا يومها، والآن يعاد افتتاحه من جديد. ماذا تحدثنا بداية محمد عن أهمية هذا المعبر بالنسبة للسكان المدنيين في هذه المناطق؟ نعم أنور، طبعا معبر عون الدادات لم يفتتح بشكل رسمي حتى هذه اللحظة. طبعا من المفروض أن يتم افتتاح هذا المعبر في طبعا الشهر الثاني، شهر شباط القادم سيتم طبعا افتتاح هذا المعبر أمام حركة المدنيين من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية. طبعا هذا المعبر أغلق بسبب جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، فيما أيضا سيتم افتتاحه في طبعا الشهر المقبل. حتى الآن طبعا لا يوجد أي قرار رسمي حول افتتاح المعبر. كان هنالك طبعا مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أيضا غرف الأخبار على مجموعات الواتس أب الخاصة بمناطق الشمال السوري، تقول بأن هذا المعبر افتتح وأيضا هنالك حركة لعبور المدنيين. ولكن طبعا حقيقة أن الذي جرى هو أن عدد من المدنيين قدموا من مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريف حلب. طبعا وقبل أن يصلوا إلى معبر عون الدادات تم طبعا إفراغ هذه السيارات وتم دخولهم طبعا عن طريق التهريب عبر طرق تهريب وأيضا مهربين إلى هذه المنطقة مقابل مبالغ مالية. طبعا أما العبور بشكل نظامي إلى هذه المناطق فلم يحدث حتى هذه اللحظة. ربما محمد أعلنت الحكومة في بيانها ذاته التي أعلنت فيه عن إعادة افتتاح المعبر عن موعد افتتاح هذا المعبر، وهو بداية الشهر الثاني من هذا العام، أي بعد أيام قليلة فقط، وهو ما يفسر وفسرت الشرطة العسكرية المتواجدة هناك قيامها بعدم السماح للمدنيين بالمرور. ولكن محمد نتحدث عن 3 سنوات تقريبا من إغلاق هذا المعبر الهام الذي يصل بين هاتين المنطقتين. توقف المعبر لفترات طويلة، عانى السكان فيها جميعا كما تحدث كثيرون، ويعني كان الموضوع الأبرز هو عمليات التهريب التي تجري، يعني لم يتوقف دخول المدنيين ولكن بعمليات تهريب. لو تحدثنا عنها.
طبعا عندما أغلق معبر عون الدادات كان هنالك أشخاص عالقين في هذه المنطقة لم يستطيعوا الخروج باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو قوات النظام. هنالك بعد عمليات التهجير التي حصلت خلال الأعوام الماضية كان هنالك عدد كبير من العوائل التي تقطن في مناطق سيطرة النظام، لديها أبناء ولديها طبعا أبناؤها و أقرباؤهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري. عندما طبعا أغلق هذا المعبر، قسم من الأهالي لم يستطع العبور إلى مناطق سيطرة النظام، وحتى أيضا من يريد الدخول إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني طبعا من أجل طبعا الدخول إلى أقاربه وإلى أبنائه في المنطقة، كان هناك الاعتماد بشكل كبير جدا على معابر التهريب التي طبعا يتم إدخال الأهالي من خلالها عبر مهربين مقابل مبالغ مالية طائلة. هنالك طبعا مبالغ مالية تسلم إلى هذا الشخص الذي يقوم بتهريب العائلة أو الأشخاص من مناطق سيطرة قوات النظام إلى مناطق سيطرة قسد، ومن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني، والعكس أيضا كان هناك مبالغ مالية طائلة يدفعها السكان. هنالك أيضا عمليات نصب واحتيال وقع بها الكثير من الأهالي عند طبعا الخروج من المنطقة باتجاه مناطق أخرى لم يستطيعوا الخروج، كان هنالك الكثير من عمليات النصب والاحتيال طبعا أمام حركة المدنيين. هذا المعبر معبر عون الدادات طبعا سيتم افتتاحه قريبا في الشهر الثاني لحركة المرور المدني فقط هذا المعبر، بينما نعم هنالك محمد، معابر أخرى سيتم محمد افتتاحها قبل أن أيضا. ننتقل محمد إلى الإجراءات التي ستتبع في افتتاح هذا المعبر، ولكن عمليات التهريب التي ذكرتها ربما كانت تمثل أكبر وأبرز عمليات الاستغلال التي كانت تحدث في المنطقة، ماذا عن الفوائد الأخرى التي من الممكن أن يجنيها المدنيون من افتتاحه؟ طبعا ان ما يجنيه الاهالي من افتتاح هذا المعبر هو ان طبعا يوفر عليهم عناء السفر، يوفر عليهم طبعا طول الطرقات، اضافه الى موضوع اخر هو موضوع طبعا المبالغ الماليه الطائله الاهالي التي تريد الخروج من مناطق سيطرة النظام أو من مناطق سيطرة المعارضة في مناطق ريف حلب في هذه المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، لا طبعا تدفع مبالغ كبيرة، ربما يكون هنالك رسوم معينة سيتم تحديدها، وهي طبعا بحسب المعلومات التي توفرت لدينا بأنه سيكون هنالك 10 دولارات فقط طبعا سيكون رسم العبور من هذا نعم المعبر. هذا المعبر أيضا سيتم افتتاحه فقط يوم الثلاثاء والأربعاء أمام الحركة المدنية، هذه بحسب المعلومات طبعا التي استطعنا الوصول إليها قبيل افتتاح هذا المعبر. طبعا هذا المعبر كما ذكرنا أنه لا سيكون مفتوح على مدار ال 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، سيكون ليومين فقط، هما يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وهذا طبعا سيكون تحت إدارة الشرطة العسكرية في المنطقة، لا يكون تحت إدارة الفصائل العسكرية نعم هذه لأنه النقطة تم الهامة التي أريد تشكيل. أن أسألك عنها محمد، إدارة المعبر لمن ستكون، خصوصا أن يعني حديث المعابر وسأم الناس من ما جرى خلال الفترات السابقة من عملية التهريب التي تحدثت عنها، هذه النقلة وهذه الإدارة هل ستكون فعلا إدارة موحدة تتبع لإدارة الشرطة العسكرية في المنطقة، وماذا عن الإجراءات الأخرى التي ستتبعها هذه الجهات عند إطلاق أو فتح هذا المعبر بعد أيام قليلة؟ طبعا أنور، قبل فترة تم إنشاء غرفة عمليات للشرطة العسكرية المتواجدة في مناطق نعم ريفي حلب الشمالي والشرقي وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بشكل كامل. كان هنالك إدارة
تم تشكيلها. هذه الإدارة طبعا للشرطة العسكرية وتسمى بإدارة الحواجز والمعابر. المعابر التي سيتم افتتاحها، المعابر المدنية والمعابر التجارية، ستكون خاضعة إدارتها للشرطة العسكرية. هنالك أيضا معلومات أيضا والبدء بعمليات استلام بعض الحواجز العسكرية أيضا لقوات الشرطة هذا ما العسكرية لإدارة سنتحدث عنه مع زميلنا أحمد أيضا محمد. لإدارة هذه المنطقة. نعم، شكرا جزيلا لك محمد على هذه المعلومات عن افتتاح المعبر الذي يعني لم يتبقى لي افتتاح سوى أيام قليلة، أم لن ينعكس ذلك إيجابا على المدنيين في ملف يعني ليس بعيدا عن المحور الذي تحدثنا حوله مع محمد. ننتقل إليك زميلنا أحمد شمالي من مدينة عفرين، كيفكم أحمد، شو أخبارك؟ هلا أنور، يعطيك العافية لك حياكم الله. وتحية لك وللسادة المشاهدين. نعم أحمد، لو نبدأ بالسؤال أو نبدأ بالمحور المهم أيضا الذي سنتحدث حوله معك، وهو انتقال إدارة الحواجز في عموم مناطق ريف حلب والشرقي والشمالي كما أعلنت وزارة الدفاع قبل أيام قليلة إلى إدارة الشرطة العسكرية. هناك إدارة ستستحدث لهذا الأمر تحديدا. بداية لو تجمل لنا وتفصل للسادة المشاهدين توزع الحواجز في مناطق ريف حلب وطريقة إدارتها التي كانت متبعة خلال الفترة السابقة. نعم أنور، بالنسبة للحواجز، حواجز الشرطة العسكرية أو الحواجز المدنية، آلية توزيعها يعني كانت متواجدة على مداخل ومخارج المدن. في مدينة عفرين يعني كان متواجد حواجز للشرطة العسكرية جنبا إلى جنب مع حواجز للشرطة المدنية. هناك يعني كلما خرجت خارج مدينة عفرين باتجاه النواحي، بالحديث عن منطقة عفرين، باتجاه النواحي تواجد الشرطة العسكرية يكون حقيقة للأسف قليل. باقي المناطق أيضا نفس الأمر، على مداخل ومخارج المدن هناك تواجد للشرطة العسكرية. ضعف الشرطة العسكرية يكون بتخديم النواحي أو تواجد حواجزها على مداخل النواحي الكبيرة التي تعتبر نسبيا كبيرة. هذا الأمر ترك لبقية حواجز، هناك حواجز تتبع لفصائل الجيش الوطني، حقيقة للأسف بعضها كان له يعني سمعة سيئة بين نعم المدنيين، بعضهم كان حقيقة يتلقى رشاوي. هذا الأمر تسبب مضايقة لدى الأهالي، ما أجبر الأهالي على المطالبة بإيجاد حواجز للشرطة العسكرية في هذه المناطق لمنع هذه التجاوزات. سمعنا وكلنا على دراية بتشكيل إدارة عسكرية جديدة لهذه المناطق. كان هناك إعادة هيكلية لإدارة الشرطة العسكرية برمتها، كان هناك تواجد فعلا لضباط هم منشقون عن النظام في إدارة الشؤون ولهم خبرة وتجربة سابقة. الآلية الحالية هي الانتقال لتنظيم أمور الحواجز بزيادة عدد الحواجز خارج المدن وتنظيمها بما ينعكس إيجابا على الأهالي وتيسير أمورهم. بالدرجة الأولى يعني مطالب الأهالي هي تيسير أمورهم من خلال هذه الحواجز. شاهدنا يعني انتشار لحواجز أخرى بشكل عشوائي غير نعم، منظم، هذا الأمر يعيق الفوضى و على الحواجز ربما كانت سيئة المشهد خلال الفترة الماضية أحمد، كما تحدث كثير من المواطنين، الشكاوي المستمرة من بعض حالات الابتزاز التي تحصل ومن الفوضى الحاصلة بسبب كثرة الحواجز وتعدد جهات التبعية لهذه الحواجز. هل برأيك بذلك بأن هذا القرار شكل أو أتى نتيجة استجابة لهذه المطالب الشعبية؟ نعم أنور، بالفعل هناك كان ضغوطات خلال يعني على السنوات السابقة، وبالأخص قبل بداية هذا العام كانت هناك ضغوطات شديدة بوجود آلية لإدارة هذه الحواجز. كنا نتابع ونشاهد كل فترة كانت هناك تحصل مشاكل، كان الأهالي يتذمرون من بعض الحواجز المنتشرة في المنطقة. نحن كقناة حلب اليوم وصلتنا عدة تسجيلات الأهالي يشتكون من بعض الحواجز وتلقيها كما ذكرت رشاوى، وبعضها يعرقل حركة المدنيين. هذا الأمر يعني ولد انطباع لدى الأهالي بضرورة وجود إدارة موحدة، ويعني حقيقة نظرة الأهالي للشرطة المدنية، حواجز الشرطة المدنية وحواجز الشرطة العسكرية هي إيجابية أكثر من بقية الحواجز التي تطبع لبعض نعم الفصائل.
هناك أريحية كونها يعني دائما تبقى جهة رسمية، ومن يديرونها هم ضباط مشهود لهم حقيقة. هناك ارتياح من قبل أهالي بخصوص هذه الحواجز، يعني بهذه حواجز الشرطة العسكرية، وضغط كما أسلفت للتسريع في عملها. يعني هناك مطالب في بعض النواحي لا يوجد مفارس للشرطة العسكرية، كان هناك مطالب بضرورة وجود هذه المفارس، وهذا ما يتم العمل عليه. تواصلنا حقيقة مع ضباط من إدارة الشرطة العسكرية، ونحن بصدد حقيقة إنجاز تقرير أولي أو تحقيق بهذا الأمر نعم عن آلية انتشار هذه الحواجز، دورها المستقبلي، كيف ستكون الأمور، كيف سينعكس ذلك إيجابا على الأهالي نعم وتيسير أمورهم نعم بالحقيقة. وهو ما نأمل أن نشاهده ونتابع يعني إقامته بجدية وبسرعة كبيرة كما ذكرت أحمد. سنذهب أعزائنا المشاهدين لفاصل قصير، نتابع بعده ما تبقى من محاور هذه الحلقة، فانتظرونا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد. لاستكمال الملفين اللي تحدثنا عنهم خلال الجزء الأول من الحلقة، ملف تسليم الحواجز التابعة لفصائل الجيش الوطني لإدارة الشرطة العسكرية، وافتتاح معبر يسهل حركة مرور المدنيين بين مناطق ريف حلب ومناطق سيطرة قسد. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع معك زميلنا منصور صبرا من إدارة قسم المراسلين. ماذا يمكن أن تضيف هذه القرارات الجديدة للمدنيين في هذه المناطق؟ ماذا يمكن أن تسهل لهم، خصوصا أن الناس كما ذكر مراسلين قبل قليل تذمروا من عدة أمور خلال الفترة السابقة، وبالتالي أتت هذه القرارات كردة فعل واستجابة لهذه المطالب الشعبية. ماذا يمكن أن تحدثنا عن أهمية مثل هذه القرارات منصور؟ طبعا أنور، خلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك شبه انقطاع تقريبا في الطرق ما بين المناطق المحررة بريف حلب الشمال وأيضا منطقة ريف إدلب وبين المناطق الشرقية، ونتحدث هنا عن المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. نعم بالطبع هناك خلال السنوات الثلاث الماضية سجل عشرات آلاف المدنيين الذين قدموا من تلك المناطق إلى مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي. بالطبع الطرق التي كانوا يسلكوها هي طرق التهريب، سجلت العديد من حالات وفيات كثيرة سجلت للمدنيين خلال رحلة لجوئهم من مناطق سيطرة قسد إلى هذه المناطق أو عبورهم عبر طرق التهريب. هناك الكثير من الألغام موجودة في هذه الطرق. أيضا كانت هناك عمليات ابتزاز للأسف من نعم قبل بعض المهربين، وسجلت العديد من الحالات غير الإنسانية. بالطبع افتتاح هذا المعبر وعملية تنظيمه إن شاء الله تعالى تخفف الكثير من الأعباء والمعاناة على المدنيين الراغبين بالقدوم سواء من مناطق سيطرة النظام أو من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق الشمال السوري. أيضا هناك الكثير من العائلات التي خلال السنوات الماضية لم تستطيع أن تتواصل، هناك انقطاع للأسف بينها. من خلال هذا المعبر إن شاء الله تعالى يتم التواصل وتعود صلة الرحم إذا صح القول بين الكثير من العائلات التي انقطعت بسبب هذه الحواجز التي كانت توجد بين سواء مناطق سيطرة قسد أو المناطق الشمالية ريف حلب الشمالي، وعدم وجود طرق نظامية تشجع الناس على القدوم. بالتالي منصور، هل يمكن أن نعتبر بأن إتباع سواء المعبر المفتتح جديدا أو الحواجز التي ستتبع لإدارة الشرطة العسكرية، إدارة المعابر والحواجز في الشرطة العسكرية وتتبع لنائب مدير إدارة الشرطة العسكرية، هل يمكن أن نعتبرها خطوة جدية وحقيقية باتجاه ضبط الواقع الأمني في مناطق ريف حلب ووضع حد للفوضى الفصائلية التي كانت سيدة المشهد خلال الفترات السابقة؟ بالطبع من خلال ايضا الفتره منذ تحرير هذه المناطق سواء منطقه عفرين وصولا الى مناطق ايضا عزاز ومناطق جرابولس، هذه المنطقه صراحه تعدد الفصائل فيها وحاله اللامركزيه نوعا ما صراحه، ووجود الكثير من الحواجز التي تتبع للفصائل، غياب التنسيق بين هذه الفصائل على مستويات عاليه للاسف، جعل هناك ايضا فوضى في عمليه اداره هذه الحواجز وسببت تبعات كبيرة على الناس وعلى الأهالي، سواء عملية تأخير وصول الناس أحيانا وانتقالهم، أيضا بعض عمليات الابتزاز التي سجلت على بعض الحواجز للأسف.
قيام حاليا الشرطة العسكرية في ريف حلب الشمالي بهذه الخطوة لعملية ضبط هذه الحواجز والعمل على جعل جميع هذه الحواجز تتبع لها، بالتأكيد سيكون له نفع كبير على الناس هنا. أولا، في حال سجل أي تجاوز باتجاه هذه الحواجز على أي من المدنيين، سيكون هناك عملية ضبط لهذه التجاوزات وعملية ملاحقة، على اعتبار أن الجهة التي ستقوم بإدارة هذه المعابر هذه الحواجز هي جهة واحدة. أيضا سيكون هناك عملية سهولة في الانتقال من منطقة إلى أخرى في مناطق ريف حلب الشمالي، والتي أحيانا الفصائلية إذا صح القول كانت تؤثر على عملية انتقال الناس أو تأخيرهم، أو عملية أحيانا إغلاق المعابر لمنطقة دون أخرى وفقا لسيطرة الفصائل. أيضا بالطبع كذلك عملية الوقت، وقت الانتقال، هناك الكثير من على سبيل المثال طلاب الجامعة في ريف حلب الشمالي يأتون من مناطق بعيدة مثلا إلى مدينة تعزاز أو إلى غيرها من المدن. أيضا هناك من الموظفين الذين هذه الحواجز وهذه الإدارة إن شاء الله تعالى تسهل وتختصر الكثير من الوقت في عملية الانتقال، وربما تؤدي مستقبلا إلى التقليل من عدد الحواجز، وبالتالي يكون هناك تقليل للوقت الضائع لدى الناس على الطرقات. إمكانية تطبيق هذه القرارات والجدية في أن تصبح واقعا خلال الفترة القريبة القادمة برأيك منصور، ما مدى تفاؤلك بأن يكون هذا الكلام حقيقي ويعني واقعي على الأرض ولا يكون فقط حبرا على ورق؟ حقيقة من قبل وزارة الدفاع هناك محاولة، نأمل أن تكون هذه المحاولة مدعومة أيضا من قبل حلفاء هذه المنطقة وحلفاء المدنيين هنا إذا صح القول لتطبيق هذه الخطوة. نحن نعلم أن تخلي الفصائل عن الحواجز وعملية صراحة التراجع خطوة إلى الخلف إذا صح القول عن الإدارة أو عن القيادة، ربما تعترض الشرطة العسكرية، هي الفصائل العسكرية التي توجد قد تمانع عملية الانتقال بإدارة هذه الحواجز إلى الشرطة العسكرية. لكن على ما أعتقد أن قد تكون هناك لتركيا دور داعم وكبير في تطبيق هذه الخطة الجديدة، على اعتبار أن تركيا هي أحد الداعمين الكبير، أحد أكبر الداعمين، وهي إذا صح القول هي المعني الرئيسي في إدارة المنطقة هنا في ريف حلب الشمالي. نعم، شكرا لك منصور، نقول ذلك أن يتحقق هذا الأمر خلال أسرع وقت طبعا إن شاء الله. من مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، الأوضاع الأمنية والقرارات الجديدة التي نأمل أن تنعكس إيجابا وبسرعة على حياة الناس المتواجدين في هذه المناطق، ننتقل إلى يعني مناطق جنوب سوريا، مدينة السويداء. من هناك مراسلنا سامي مصطفى سيكون معنا أيضا ليحدثنا عن الأوضاع المعيشية وحال أهلنا في مدينة السويداء طبعا، التي تسيطر عليها قوات النظام. سامي معنا؟ تحياتي تحياتي، الصوت مسموع؟ نعم، حياك الله سامي. بداية حياك الله. من مدينة السويداء، حال أهلنا هناك ماذا تحدثنا عنه؟ كيف يعيش الناس في مناطق يسيطر عليها قوات النظام؟ ويعني كان هناك خلال الفترة الماضية الكثير من الرسائل التي وجهتموها في مدينة السويداء، وجهها الناس هناك بسبب الأوضاع المعيشية، ماذا يمكن أن تجمل لنا الأوضاع هناك؟ تمام. أولا، الخدمات من مياه لكهرباء لإنترنت شبه معدومة بالقطارة. اثنين، الأسعار، الغلاء الفاحش بالأسعار والقطاع اللي ببعض الأدوية. ثلاثة، الفلتان، يعني حالات السرقة بدأت خلال أسبوع، في حالتين نعم، يعني هيك، غير سرقة السيارات. تمام. الشباب هون يعني عم تسعى بكل ما أوتي لها من القوة للسفر للهجرة. نعم، هذا الموضوع الذي نود أن نتحدث أيضا ونفصل فيه أكثر سامي. أوضاع معيشية تحدثت عن عناوين لها وهي يعني بالغة السوء كما يبدو، ولكن هناك موجة هجرة جديدة تحصل بعد الموجة الأولى في أعوام 2013 و2014. اليوم هناك كما يتحدث كثيرون موجة هجرة بالدرجة الأولى من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام. عادت قوات النظام تماما كما تقول استقرار لهذه المناطق، ماذا تفسر هذه
الموجة بالضبط الجديدة للهجرة سامي. بالضبط تماما. بعد ما استشعرت العالم انه هذا النظام سيطر على المناطق وهذا النظام باقي، صارت الناس تسعى بكل يعني بكل ما اوتي لها للهجرة. الفكرة انه الناس فقدت الامل، حتى يعني بموضوع الهجرة قد يبدو للوهلة الاولى انه العامل الاقتصادي هو الدافع والمحرك، ولكن نعم على هو ما عم نشوف هون بالسويدة، لا مو بس العامل الاقتصادي، في كثير ناس عم تبيع ممتلكاتها وعم تبيع اثاث بيتها وعم تبيع اي شيء بارخص الاثمان لمنها تقدر تسافر. وعم نشوف شباب يعني عم يحاولوا يعملوا اي شيء قدر المستطاع، مع العلم انه هون مرتاحين وعندهم شغل، بالرغم من هذا وكله عم بدهم يسافروا حتى لو نحو المجهول، المهم ما يبقوا هون. يعني فسرت هذه الموجة الجديدة من الهجرة سامي بأنها ليست فقط عائدة للوضع الاقتصادي، ما هي الأسباب لا لا والدوافع لا لا الرئيسية برأيك؟ نعم، الدوافع الرئيسية انه هذا النظام، انه الناس هون ما قدران تعيش بظل هذا النظام. الناس هون يعني ما يعني هذا النظام بعد ما قتل وبعد ما هجر وذبح وبعد ما عمل كل شيء، هلق عم ياخذ حليب الأطفال، هلق عم ياخذ عمر الأشخاص على الطوابير، على طوابير الذل. الخدمات إهاني بالخدمات، ذل بكل ما أوتي لها من معنى، ذل بالفلتان الأمني من العصابات المدعومة من قبله يلي عم بتمارس شتى أنواع الخطف والسرقة والتعذيب وعم تبتز الأهالي، فالناس ما عاد قدران يتحمل. وبالنسبة سامي لإجراءات الهجرة، يود الشباب أن يهاجروا في بنسبة كبيرة ضمن مناطق النظام، ولكن إجراءات الهجرة هناك أيضا حديث عن ابتزاز حتى للناس التي تود الهجرة، ارتفاع طبعا كبير جدا في حتى يعني استصدار جوازات السفر وما إلى اصدار، هنالك. ماذا تحدثنا عن الإجراءات لمن يود أن يسافر، لمن يود أن نعم يخرج من هذا نعم الوضع المأساوي الذي تحدثت عنه؟ نعم اولا حتى الحجز على المنصه الالكترونيه مدفوعه، بدك تدفع لمنك تقدر تحجز على المنصه الالكترونيه، تمام؟ حتى هي نعم استلموها هني يعني. اصدار الجوازات وصل سعر الجواز لل 1000 1200 دولار لما الناس تقدر تستصدره، وكثير في تقارير نشرت وصور ومقاطع فيديو للكم الهائل للناس اللي هنيك عم يحاولوا يعطلوا قدر الامكان مصالح الناس لما يقدروا يبتزوهم بالمصاري، لانه هني عارفين انه الناس بدها باسرع وقت تستصدر هالجواز وتفل. ردود فعل الناس أيضا بشكل عام سامي يعني على هذا الوضع المعيشي اليومي الذي تعيشونه في تلك المناطق، ماذا يمكن أن يكون غير الرغبة بالسفر؟ من لا يستطيع السفر، كيف تعبر الناس عن سخطها في هذه المناطق مع الأوضاع التي ذكرتها؟ تمام. السويد عم تشهد موجة احتجاجات مستمرة كل ثانيين من تقريبا 7 أسابيع، نعم عدا عم يطلع كل يوم بخ ورفع لافتات عم تدين هذا النظام، عدا على انه الناس صارت يعني بالطوابير بالكذا، صارت الناس عم تحكي عم تحاول تعبر عن غضبها بشتى الطرق. والتصعيد بخصوص سواء البخ والمناشير اللافت، انه يعني انه لليوم كل يوم في منطقة جديدة عم ترفع لافتة، عم تبخ على الحيطان، عم تزت مناشير، هيك الناس عم تعبر عن بالتالي غضبها عن رقعة وضعها. الاحتجاجات تزداد. طبعا طبعا يعني في مناطق جديدة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب عم ترفع لافتات، عم تقدر تعمل اللي بتقدر عليه الشباب يعني. نعم نعم سامي مصطفى مراسلنا في مدينة السويداء جنوب سوريا، المدينة التي تسيطر عليها قوات النظام وتعيش واقعا إنسانيا ومعيشيا ربما هو الأسوأ. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا وعلى هذه المعلومات، والشكر أيضا موصول لزملائنا أحمد الشمالي من مدينة عفرين، كان يحدثنا عن الملف الأمني المهم وهو تسليم الحواجز لإدارة الشرطة العسكرية، ومحمد السباعي في شرق حلب أيضا حدثنا عن إعادة افتتاح معبر هناك. شكرا جزيلا لكم زملائنا الأعزاء على هذه المعلومات. سننهي معكم المحور الأول من هذه الحلقة والجزء والنصف الأول من هذه الحلقة، لنعود بعد فاصل قصير أعزائنا المشاهدين لنستكمل الحلقة مع زملائنا المراسلين في مدينة إدلب وريفها، فانتظرونا.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد. في النصف الثاني من هذه الحلقة سننتقل إلى مدينة إدلب وريفها لنتحدث عن ملفين هامين، ربما كل مواطن في هذه المنطقة يهم هذين الملفين بالدرجة يعني كبيرة جدا. نرحب باسمكم أعزائنا المشاهدين بزملاء الأعزاء خلف جمعة يحدثنا من مدينة إدلب، وجمعة الأحمد يحدثنا من ريف إدلب الغربي. أهلا وسهلا بكم، أهلا بكم، تحياتي أنور. حياكم الله، الله يعطيكم العافية. بداية من عندك خلف، نبدأ من مدينة إدلب، نزوح وقصف وتهديد أمني ومشاكل كثيرة يعيش الناس، رغم ذلك تستمر أزمة ارتفاع الإيجارات. يعني كل الظروف لم تمنع هذه الأزمة من الظهور، إنه في وسط يعني مآسي وحرب، ولكن تستمر أزمة ارتفاع الإيجارات. تحدثت في تقرير أخير خلف عن ذلك بشكل مفصل، لو أيضا تضيف لنا كل ما يتعلق بهذا المحور، ماذا تحدثنا عن الإيجارات في مدينة إدلب؟ نعم أنور، أزمة إيجار المنزل هي مشكلة ملازمة لسكان إدلب بشكل خاص المهجرين. إيجارات المنازل تزامن ارتفاع أسعارها مع ارتفاع أسعار كل شيء في إدلب، الزيادة في ضعف قدرة المواطنين في حقوق يومهم زاد من صعوبة تأمين الإيجارات خاصة في الفترة خلف. عذرا فقط الصوت كأنه غير واضح من عندك، ممكن أنه تشيل السماعة يكون الصوت أوضح. نعم خلف، نعم تفضل. نتحدث عن مشكلة ملازمة لجميع سكان إدلب بشكل خاص المهجرين منهم. ارتفاع أسعار البيوت أو إيجارات البيوت تزامن مع عدم الأعداد، الكثافة السكانية العالية في المنطقة، أيضا ضعف القدرة الشرائية وضعف الدخل بالنسبة لمعظم سكان إدلب. التضخم المالي، ضعف الليرة التركية أدى إلى رفع جميع أسعار السلع. أصحاب المنازل يطلب منهم المزيد، يطلب لتأمين معيشتهم المزيد، فيرفعون إيجارات المنازل. ربما في بعض الأحيان رفع هذه الأسعار لا يتناسب مع قدرة المستأجر. نتحدث عن أسعار تتفاوت بين $50 إلى $300 أمريكي بحسب 300 دولار أمريكي أجار بيت ممكن يكون خلف؟ البيت ضمن مدينة إدلب، هل ممكن أن يصل أجار البيت في إدلب إلى 50 دولار؟ 300 دولار؟ ومنازل أخرى تصل أسعارها إلى $300 و$250 أمريكي للبيت الواحد. نعم، يعني أجار يعتبر مرتفع بشكل كبير جدا مع حال الناس ومع الدخل الذي يعني يستطيع أن يحصله الكثير من أو معظم الناس في هذه المناطق. بماذا تفسر ارتفاع الإيجارات غير أن هناك حاجة لدى أصحاب هذه البيوت؟ أيضا من يستأجرهم مهجرون لا يملكون ربما يعني ما يسد رمقهم، كيف يعني تفسر أو ما هي المبررات التي يعني يوجدها من تصل أسعار بيوتهم إلى هذه الأسعار بالنسبة لهذا الأمر؟ نتحدث عن أسباب مباشرة إلى الكثافة السكانية في إدلب. عدد كبير ما يقارب المليون شخص في مدينة كان يقطنها ما يقارب النصف مليون، أي ضعف عدد السكان. هذا الضغط الشديد وهذه الكثافة السكانية لابد من تأمين سكن لجميع الموجودين. الأسباب التي نتحدث عنها ربما هي تتفاوت بين شخص وآخر. بعض أصحاب البيوت يستخدم البيت كوسيلة لتأمين مورد الدخل، لا يوجد بديل لدى هذا الشخص غير إيجار المنزل ليؤمن عيشه، فيرفع إيجار البيت إلى سعر ربما يكون صعب جدا على معظم. نعم، وذلك يعني ربما يعتبر أن هناك أناس تقتات على يعني أناس آخرين، وهو مشهد ليس بالطريقة المثلى والمشهد الإيجابي الذي نرجوه، ولكن هل من آليات تتبع في إدلب عندكم لضبط الإيجارات، لوضع حد أعلى لأسعار الإيجارات أو الغرف، أو تحديد الأجار بناء على الغرفة وبناء على مساحة البيت وما إلى هنالك؟ هل من آلية أو إجراءات تتبع لضبط هذا الأمر؟ نعم، قبل عام تقريبا حكومة الإنقاذ طرحت قرار
لتحديد أسعار الإيجار ب 20 نعم دولار أمريكي للغرفة الواحدة، لكن هذا القرار كان من الصعب جدا العمل به بحسب تصريح أخير لحكومة الإنقاذ بسبب تفاوت أسعار المنازل بمنطقة إلى منطقة أخرى بحسب حجم المنزل بحسب موقع المنزل وحسب الطابق، كلها عوامل لا ورا تؤثر على سعر المنزل وتحديد سعر المنزل، لم تصل بنتيجة لتحديد أسعار المنازل. الآن يوجد منازل في حارة واحدة في نفس البناء، ممكن منزل يؤجر ب 100 دولار أمريكي ومنزل آخر ربما ب 50 دولار أمريكي، ممكن نتحدث عن بيت بمواصفات متوسطة في حارة استرجع ربما شوي ليست صغيرة. رئيسية أو ليست بإطلالة جيدة، 100 دولار أمريكي ل3 غرف بمنزل بشكل تمام متوسط، ليست المنازل الممتازة جدا. هذا الأمر ربما يتفاوت أيضا بحسب حالة البلد، في حال وجود فترات القصف التي مرت على المنطقة كانت إيجارات المنازل تهبط إلى دون هذه المستويات بشكل كبير. أيضا في فترة الشتاء تحديدا تزداد أسعار الإيجارات بسبب الضغط الهائل من السكان المحيطين في إدلب، ربما من المخيمات يلجؤون إلى إدلب ريثما ينقضي فصل الشتاء فقط، في الصيف تعود الأسعار إلى انخفاض بشكل بسيط، لكن في الفترة الأخيرة لم نشهد انخفاض لأسعار إيجارات المنازل، إنما هو ارتفاع عام تلو الآخر. بعض المنازل كانت تؤجر بما يقارب ال 20 دولار أمريكي، اليوم إيجارها تجاوز ال 100 دولار. ربما معظم المنازل الآن التي تعرض للإيجار بحسب متابعة وجولات عديدة قمت بها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مكاتب الإيجار، لم نجد منزل بمواصفات مقبولة، ليست جيدة، مقبولة بأقل من 50 دولار أمريكي. المقبول والجيد يبدأ ب 100 دولار فربما إلى 300 دولار أمريكي بحسب الموقع وحسب عدد الغرف. بعض المنازل تخصص أو يعلن عنها كمخصصة للتأجير للمنظمات الإنسانية أو المكاتب التجارية بأسعار ضخمة جدا تصل إلى 600 و 800 دولار أمريكي في الشهر الواحد. مبالغ خلف نستطيع أن نقول بأنها مبالغ يعني صادمة لكثيرين، خصوصا أننا نتحدث عن مدينة إدلب وما يعانيه الناس أيضا من أزمات إنسانية كبيرة في تلك المنطقة. الأمر لا يقتصر على الإيجار فقط، وبالتالي يعني حتى لو قارنا نستطيع أن نقول بأن الأسعار التي تتحدث عنها هي من أكثر الأسعار ارتفاعا حتى على مستوى المنطقة، حتى على مستوى مناطق شمال غرب سوريا، المناطق المحررة في أرياف حلب وحتى في لو أرياف. سمحت لي بمداخلة بمقارنة بسيطة وضرورية نعم جدا بقدرة تفضل. الفرد على تأمين ال 100 دولار في الشهر الواحد. عامل اليومية مثلا يتقاضى 50 ليرة تركية في اليوم، أي أقل من 100 دولار في الشهر الواحد. ربما يكون إيجار منزلهم 100 دولار، أي ربما العامل يعمل شهر كامل لتأمين فقط إيجار المنزل. هذا الشخص لا يستطيع استئجار منزل بمواصفات جيدة، ربما يضطر للاستئجار على أطراف مدينة إدلب أو يستأجر بيت ربما مرمم جزئيا أو تقوم منظمة بترميم هذا البيت. الموظف أو صاحب الدخل الطبيعي ليس بالجيد ربما يتكفل بدفع إيجار 100 دولار أو أقل من ذلك بقليل 75 إلى 125 دولار، أي ربما يدفع نصف ما يتقاضاه في الشهر كإيجار منزل. في كان حالات فعلا نادرة، حالات حقيقة موجودة لا تنكر، بعض أصحاب المنازل يرفضون رفع أسعار الإيجار ويكتفون بالحد المقبول مقارنة ببقية أسعار الإيجارات المنازل الموجودة نعم في الخلف أن يعمم مثل هذا، مثل هذه النماذج، وأن يوضع حد للتجاوزات الكبيرة في الإيجارات، خصوصا أنك يعني كما تحدثت هي لا تقارن أبدا بمستوى الدخل الفردي اليومي لسكان هذه المناطق. ننتقل أيضا إلى يعني ملف آخر في ريف إدلب لا يقل خطورة عن الملف الذي تحدثنا مع خلف عنه وهو ارتفاع الإيجارات، ملف التسرب التعليمي. يحدثنا عنه زميلنا جمعة الأحمد، آلاف الطلاب يعني متسربون من المدارس وهم في عمر الدراسة وغير ملتحقين، منهم لم يلتحق أصلا بمدرسة، ونسب كبيرة يعني جدا تتحدث منظمة منسقو استجابة سوريا عن أعداد هائلة، عن مئات آلاف الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس، ويعني
هم جزء من عملية تسرب من العملية التعليمية. تحدثنا عن ذلك الجمعة، تلخص لنا المشهد التعليمي في منطقتكم في عموم المناطق. تحياتي لك أنور وإلى جميع الزملاء في استوديو قناة حلب اليوم في الداخل السوري. نعم، هي أزمة كبيرة في الحقيقة وتكاد لا تنتهي عاما بعد عام، وفي كل سنة نشاهد الكثير من الطلاب أو الأطفال إن صح التعبير المتسربين عن المدرسة وعن مقاعد الدراسة. في الحقيقة هنالك عوامل كثيرة جدا تسببت بتسرب هؤلاء الأطفال عن المدارس والالتحاق كغيرهم من الأطفال للتعلم يعني النظر إلى مستقبل مشرق في المناطق المحررة. دعني بداية أتحدث عن عمالة الأطفال، وهذه هي يعني سبب العامل رئيسي الأول والأهم الذي يجعل أو يتسبب بتسرب الكثير من الأطفال عن المدارس، ولا سيما نتحدث هنا عن الأهالي القاطنين في المخيمات. نسبة كبيرة من الأهالي نازحين، هذا النزوح تشكل عنه العديد من المشاكل أثرت على الطفل بشكل مباشر، ومنها عمالة الأطفال التي دفعتهم إلى ترك مقاعد الدراسة والالتحاق بفرص عمل كجمع الحطب وكتعلم مهنة يقومون بالعمل بها من أجل يعني تأمين قوت يومهم وتأمين قوت عائلاتهم. هذه المشكلة لاحظناها ولاحظنا انتشارها بشكل كبير، وكان لنا تغطيات خاصة حول التسرب الطلابي من المدارس وخاصة في مدارس المخيمات، وشاهدنا آثار هذا التسرب على الأطفال وحتى على الأهالي. هنالك بعض المنظمات يعني حاولت أن تتدارك هذه المشكلة التي أصابت المجتمع، وذلك عن طريق يعني إعادة بناء كمراكز أو تجمعات تقوم باستقطاب الأطفال المتسربين عن الأطفال وإعادة تأهيلهم من ناحية القراءة والكتابة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم حتى يستطيعوا الاندماج مع الأطفال المتعلمين في المدارس والعودة إلى المدرسة يعني بشكل طبيعي جمعة جدا. إضافة هنا جمعة، نعم، لو سمحت لي، إضافة إلى موضوع عمالة الأطفال وهو سبب رئيسي للتسرب من العملية التعليمية، أيضا هناك يعني حديث في أيضا بيان منظمة منسقو استجابة سوريا تحدث عن العديد من المدارس، 170 مدرسة شمال غرب سوريا هي مدمرة بشكل كامل أو بشكل جزئي، وهناك 95 مدرسة أيضا هي خارج العملية التعليمية تشغل لصالح يعني جهات أخرى وقطاعات أخرى. هل برأيك أيضا تعتبر هذه الأمور وضعف البنية التعليمية وقلة المدارس أيضا سبب من أسباب التسرب من العملية التعليمية؟ نعم بالتأكيد أنور، هذا أيضا من الأسباب التي أثرت بشكل كبير على العملية التعليمية ومجريات العملية التعليمية، وحتى أنها أثرت على المؤسسات التعليمية في المناطق المحررة. شاهدنا الكثير من المدارس تحولت إلى مراكز وملاجئ لإيواء النازحين والمهجرين، هنالك أعداد كبيرة من المدارس تعرضت إلى القصف والدمار من قبل الطائرات الحربية الروسية ومدفعية قوات النظام، وذلك خلال السنوات الماضية من الحملات العسكرية التي شنتها روسيا وقوات النظام على المناطق المحررة. أيضا هنالك الكثير من المدارس التي تحتاج إلى ترميم في البنية التحتية، وهي في الحقيقة قيد العمل، ويعني يعني يتوافد إليها الأطفال والمعلمين من أجل الاستمرار في العملية التعليمية. أيضا هنالك الكثير من المدارس في المخيمات والقرى بمناطق مختلفة بريف إدلب تحتاج إلى إعادة ترميم في البنى التحتية، كنتحدث عن المقاعد، الشبابيك، الأبواب. نعم جمع، هنالك بعض شكرا. هنالك بعض نعم نعم شكرا لك جمع على هذه المعلومات وعلى حديثك عن ملف يتقاطع ربما بشكل كبير مع ملف سابق وملف الإيجارات وبالتالي ارتفاع في
المعيشة، يدعو الطلاب لترك مقاعد الدراسة وندخل في محور جديد وهو عمالة الأطفال. منصور، وفي الختام بأقل من دقيقة، كيف يمكن أن نربط بين هذه الملفات التي تؤدي إلى هذا المشهد الإنساني السيء والصعب الذي تعيشه هذه المناطق؟ نعم، بالحقيقة السبب الرئيسي إذا صح القول وراء جميع الأزمات، وخاصة أزمة سواء عملية التسرب من مقاعد الدراسة للأطفال وأيضا عملية غلاء أجار المنازل، هو موجات النزوح التي شهدها نعم الشمال السوري، وخاصة أكبر موجة نزوح كانت قبل 4 سنوات في الحملة العسكرية الأخيرة. سببت أكثر من 1 مليون نازح تقريبا، نزحوا من ريف حماة الشمالي وأيضا من ريف إدلب الجنوبي ومن ريف إدلب الشرقي، وجميعها اتجهت إلى مناطق إدلب. هذا الأمر انعكس بضغط سواء على البنية التحتية، أيضا على المساكن، على المنازل من جهة، وأيضا من جهة أخرى على مستوى التعليم. أعداد الطلاب والأطفال الذين هم في عمر الدراسة كانوا بعشرات الآلاف، عندما نزحوا كان هناك قلة في المدارس نعم حقيقة التي قادرة على أن تستوعب هؤلاء الأطفال، إضافة إلى انتشار المخيمات. ليست معظم المخيمات لا يوجد فيها مدارس، نعم وهي نقطة وحقيقة مهمة أيضا أيضا. نعم في النهاية أصبح الآن الهم الأول هو الحصول على لقمة العيش قبل التعليم، نعم وبالتالي فمن وصلنا لا إلى هذه يشبع ابنه لا يمكن أن يعلمه وصلنا للأسف. إلى هذه المرحلة التي نستطيع أن نقول عنها بأنها سيئة من ناحية الوضع التعليمي. نأمل أن يكون هناك يعني تغييرات خلال الفترة القادمة والتحاق جميع الأطفال بمدارسهم. نود أن نتوجه بجزيل الشكر لك مراسلنا في مدينة إدلب خلف جمعة، ومراسلنا أيضا من ريف إدلب الغربي حدثنا جمعة الأحمد. شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات، والشكر أيضا لزميلنا داخل الاستوديو منصور صبرا من إدارة قسم المراسلين. شكرا جزيلا لكم شكرا لك. جميعا زملائي الأكارم، والشكر موصول لكم أنتم السادة المشاهدين على حسن الاستماع، على أمل أن تتابعونا في حلقات جديدة قادمة نناقش فيها ملفات أخرى تهمكم وتهمنا وتهم الجميع للوصول إلى حالة أفضل ونقل المشهد بتفاصيله من هنا من مناطق الشمال السوري لكم أينما كنتم. ندعكم الآن في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة. نستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.